تخاطب أرباب الخطا وتلاحظ اللهم صل ظهرت رسول الله من ينكر الضحى فأنت الذي للكفر والشرك غائظ صلاة وتسليم وأزكى تحية الله على المصطفى المخفي ظلوم أنا كيف لقاب محمد ياهو وعين عصات كيف الحبيب طولا وتسليمون وأزكى تحياتي ياهو على المصطفى المختار خير بنياتي ظنوني بربي موت مدحت حبيبه يسامح أبدا لم تفده المواعظ صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير الله الله ظواهره طول بي بحسن ضميره الله الله وفي على عهد وعقد محافظ الله الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله الله على المصطفى المختار خير البريات الله الله ياهو ظمايا متى يروى بمورد طيبات الله ياهو
متى طرف عين قبر أحمد لاحظ الله ياه صلاة وتسليم وازكى تحياتي الله وعلى المصطفى المختار خير البريات ضللت بمدح فيه أجني تمائمي وأمدحه عند الرجالي حفائظ لا إله إلا الله ذكر الله على النبي محبوبنا ظننت بأني مذ ناشرت ثناءه على النبي محبوبنا يكون لفاقري من غناه ملاحظ صلوا عليه وسلموا الله يا ربي صلي أفضل الصلوات على النبي محبوبنا طه رسول من جاءنا بالبينات وبالمثاني والثناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت في الترب عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم أنت البشير النذير المستغاث به وشافع الخلق إذ يغشاهم الندم لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم فكن شفيعي إذا ما ثرت من جلتي لأنني ضيفكم والضيف محترم صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلم والله سبحانه وتعالى يقول وقوله حق المبين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فادعوه نسألك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكرم وسيلة إليك وأشرف عبد قربته لديك.